اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الجبهات المسانده وبالتحديد عن جبهه لبنان، وهنكمل كلامنا بالتحديد في نقطه حزب الله. ويوم 26 الثاني اعلن حزب الله ان هو استهدف مواقع تابعه للجيش الاسرائيلي، ومنها مواقع زي الملكيه وجل الدير وموقع الرهن. وفي نفس اليوم قدرت كتائب القسام ان هي تقصف مستوطنة نهرية في منطقة جنوب حيفا، واعلنت حاجة زي دي على وسائل الاعلام التابعة للكتائب. وفي نفس اليوم رد الجيش الصهيوني ان هو قصف مجموعة من البلدات اللبنانية في منطقة حدود جنوب لبنان على الحدود ما بين لبنان وبين فلسطين على شريط الحدود. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في 2 من مقاتلي لقوا حتفهم بسبب الهجمات اللي حصلت من الجيش الاسرائيلي على مواقع جنوب لبنان. وفي يوم 27 الثاني او في يوم 7 نوفمبر اعلن حزب الله انه استهدف موقع تابع للجيش الاسرائيلي في منطقه شمال فلسطين، والموقع ده اسمه بركه ريش. في نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف مجموعه كبيره جدا من البلدات في جنوب لبنان على الحدود بين فلسطين وبين لبنان. وفي يوم 28 الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مجموعه مشاه اسرائيليه، المجموعه دي كانت موجوده جوه قاعده، القاعده دي اسمها قاعده شومير العسكريه، وقريبه بشكل كبير جدا من مجموعة سكنات عسكرية تبع الجيش الاسرائيلي. وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف مجموعة كبيرة جدا من المرتفعات اللبنانية، وقصف مجموعة كبيرة جدا من القرى على الحدود بين فلسطين وبين لبنان. وفي يوم 29 الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مجموعة مشاة اسرائيلية تانية موجودة في مواقع كتيرة جدا تبع للجيش الاسرائيلي. في نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف مجموعة كبيرة جدا من القرى ومن المواقع التابعة حزب الله، ومجموعة كبيرة جدا من المدن الموجودة في جنوب لبنان، ومن ضمن الاماكن دي قرية كفر كيلا وقرية دير ميماس. في يوم 10 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه استهدف قوة مشاة اسرائيلية موجودة جوه واحدة من السكنات العسكرية التابعة للجيش الاسرائيلي، واعلن ان هو استهدف مجموعة كبيرة جدا من المواقع اللي فيها قواعد عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي. وفي يوم 10 تشرين الثاني قدر حزب الله ان هو يطلق مجموعة كبيرة جدا من المسيرات التابعة ليه، والمسيرات دي قصفت مجموعة كبيرة جدا من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي، واغلبها كانت مواقع حدودية في شمال دولة فلسطين المحتلة. في اليوم ده اعلن حزب الله ان في 7 من مقاتلي لقوا حتفهم وقتلوا بسبب الهجمات اللي حصلت ما بين الجيش الاسرائيلي وبين مقاتلين حزب الله. وفي يوم 11 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه قدر يستهدف قوات مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي ومواقع كتيرة جدا، وطبعا اغلبها مواقع حدودية كلها تابعة للجيش الاسرائيلي، وكل الحاجات دي قصفتها قوات حزب الله من خلال الاسلحة الصاروخية. وفي نفس اليوم قدرت قوات الطيران التابعة للجيش الاسرائيلي ان هي تقصف سيارة مدنية موجودة في واحدة من البساتين في منطقة مزارع شبعة المحتلة، وطبعا المنطقة دي في الاصل هي تابعة للدولة اللبنانية، ونتيجة القصف اللي حصل على السيارة المدنية احترقت السيارة بالكامل. وفي نفس اليوم اعلنت حركة الامل، وهي واحدة من الحركات التابعة لحزب الله، مقتل 2 من مقاتليها وجرح 2 اخرين بسبب الهجمات اللي حصلت من الجيش الاسرائيلي. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله مقتل 1 من مقاتلي نتيجة الاشتباكات اللي بتحصل بين حزب الله وبين الجيش الاسرائيلي. ويوم 12 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مواقع واليات كلها تابعة للجيش الاسرائيلي. وفي نفس اليوم ردت قوات الجيش الاسرائيلي ان هي قصفت مجموعة كبيرة جدا من البلدات والمواقع، وكلها موجودة في الحدود الجنوبية لدولة لبنان. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في 1 من مقاتلي لقى حتفه بسبب الهجمات والاشتباكات اللي بتحصل بين قوات حزب الله وبين مشاة الجيش الاسرائيلي. وبالنسبة للناس اللي بتسأل عن مصادر الاخبار اللي انا بجيبها والمعلومات اللي انا بجيبها عن الاحداث اللي بتحصل ما بين حزب الله وبين الجيش الاسرائيلي، فالمصدر الوحيد للاخبار دي هي قناة الجزيرة اللي بتنقل الاحداث اول باول. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. انا عارف ان حلقة النهاردة ممكن تكون قصيرة نوعا ما،
بس انا بعتذر لكم طبعا دلوقتي في الحاله الصحيه اللي انا بعيشها ان انا نوعا ما حاسس بنوع من الارهاق شويه، وطبعا بالاضافه ان انا عندي شويه مشاغل، اتمنى ان المشاغل تنتهي وان شاء الله اول المشاغل ما تنتهي هعمل لكم ان شاء الله، هحاول نوعا ما ان اطور في الحلقات بتاعتي شويه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.